مطبخك سيدتي كالعاده عودتكم سيدي على اطباق حلويات تحليات، لكن اليوم ان شاء الله باذن الله راح تكون تحضيرات الشهر الفضيل ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا بالجميع، مرحبوا بكم، نقول لكم اهلا وسهلا بكم في حصتكم الاسبوعيه مطبخك سيدتي. عن قريب ان شاء الله راح تكون مائده رمضان، قريب ان شاء الله يا رب العالمين راح تنوروني بوجودكم عبر اذاعه البويره الجهويه ان شاء الله. مع لكم غير تبعوا الحصه تاع اليوم تحضيرات الشهر الفضيل، فضلناها تكون حصتين او ثلاثه قبل شهر رمضان ان شاء الله يا رب. ربي يدخل علينا بالصحه والعافيه، وربي ان شاء الله يستركم ويحفظكم ان شاء الله. احبابنا في كل مكان نرحبوا كذلك اللي متواصلين معنا عبر التواصل الاجتماعي، تقول لهم سيدي على اهلا وسهلا بكم معنا، كذلك كل طاقم اذاعه البويره الجويه عمالها ربي يحفظهم اللي راهم سهرانين في خدمه الجمهور تاعنا، ربي يحفظهم ان شاء الله، دعوا لهم بالخير لانهم حقا يستاهلوا الف تقدير. نعم احبابنا في كل مكان، راح اكيد راكم تتسائلوا تقولوا باللي واش هي التحضيرات الشهر الفضيل، اسكو كيما العام اللي فات شويه برك نحضروا. كاين عده برامج كثيره اللي تفيد السيده في بيتها، تفيدها في المطبخ، منها السيده الان في حيره التوابل، الحيره نتاع لي زيبيس، واش تشري واش تخلي واش تحضر وكيفاش دير باش تتحصل على احسن طريقه لي زيبيس تكون حتى رائحتها طيبه وتكون جديده، معناتها ما تكونش كما نقولوا ريحه تاعها تروح، ولا تشريها تقول لك باللي ما تريحش، ولا تقول لك باللي هل تصلح ولا ما تصلحش، ولا تروح فقط عند بائع الاعشاب وتشري فقط عشوائي. تقول لك سيدي على هنايا عندنا طريقه صحيحه باش تخدمي لي زيبيس. عندك الاولى لي زيبيس سبيسيال شربه، شربه فريك، لي زيبيس سبيسيال حريره، كذلك عندك لي زيبيس سبيسيال لي سوب، معناتها تختلف هنا، ما تقدريش ديري نوعيه واحده ديريها لكل انواع نتاع لي سوب، لا لا، كاين كثير انواع كثيره اللي لازم تكون في المنزل. حاجه الاولى اللي حديريها هي تروحي تشري لي زيبيس، تشري الكمون، الكرويه، الفلفله كحله، هادو تشريهم حب، اقول تشريهم حب، اعيد نشري كل التوابل، معناتها الكمية هنا أكيد تكون فقط تقريبا واحد 60 غرام 70 غرام من كل نوع، لكن تشريه حب صح، باش ما تنسيش كاين اللي تتلفلها في الريحة ولا ما تقدرش تفرز ما بين، مثلا نعطيك مثال البسباس وحب تحلاوة دي فتتلفلهم في الرائحة، حتى طريقة الشم ولا حتى طريقة التذوق. ألوغ تي واش ديري كي تروحي عند البائع الأعشاب تقولي له مثلا أعطيني 60 غرام بسباس، هذه الأولى، هو راح يكتب لك تيكات صغيره على لي زيبيس وهي مش مرحيه، اقول مش مرحيه، برافو عليكم. الوغ هنا هذه الاولى بسباس، حبه حلاوه كي مثله، الزنجبيل، سكنجبير، تقدري تشريه بودره كيما تقدري تشريه طازج. بالنسبه للفلفله كحله كيما نقولوا حنا حب الكحله، الفلفل الاسود بافو نوار هنا دو بريفيرونس تشريه حب كذلك، هو واضح باين. تشري كذلك الهيل، تحتاجيه في الشهر الفضيل حبيبات فقط من الهيل، تحتاجي جوست الطيب حبة أو اثنان تكملي بها الشهر الفضيل، معناتها ما تسحقيش كمية كثيرة نتا حبة الواد ميسكات، تسحقي فقط كمية قليلة. بالنسبة للتوابل الأخرى الكروية كذلك يكتب لك التيكات فيها، كل اللي يعني نذكر فيها تشريها كل وحدة وحدها، كل وحدة وحدها. بالنسبة للفلفل الأحمر هنا البابريكا، تشري فلفل احمر حار 100 غرام مثلا، وتشري فلفل احمر حلو، هادو كل التوابل اللي يعني نحكي عليها تكون حب ما عدا البافغ ما عدا الفلفل الاحمر. الوغ هنا واش راح ديري؟ رايحه
تحمصي كل وحده وحدها. الطريقه نتاع التحماص هنا تبعوني مليح الله يحفظكم باش تتحصلي على اروع نتيجه، اروع نتيجه. راكي نبداو بالكرويه مثلا، شدي مقلات ندير فيها ملعقه صغيره زبده، رشه ملح، والكرويه هذيك 100 غرام مثلا ولا 60 غرام، نبدا نقلي فيها في هذاك الكغا. اول مره تحصل في التاريخ، ملي تنقلوه هكذاك الناشف في الناشف ونحي الناشف في الناشف، صحيتي راح تتحمص في الكغا، معناتها تجي مزيته، برافو عليك. خليها بجنب صحن فيه بابي تورشون، وحطي هذيك التتبيله المياد ما اللي فيها شويه تاع الملح. نفس الطريقه بالنسبه للكمون، نفس الطريقه بالنسبه للبسباس، نفس الطريقه بالنسبه لحبه حلاوه وهي رايحه. هادو اللي مقليين في الكغا كل وحده راها في الصحن. دروكا بقى الرحي، الرحي هنا لازم تكون عندك الاله الجيده، معناتها الروبو نتاع لي زيبيس ولا تاع القهوه تاع زمان. حتى كاين اللي عندهم الروبوات روعه، اللي ما عندهاش هنا تستعين بالمهرس. انا هنايا نفضل يكون عندك روبو صغير، هذوك اللي يرحوا لي زيبيس بطريقه رائعه جدا. كل وحده وحدها وتتغربل، تتغربل معناتها ما تبقاش حرشه، لازم تتغربل في الفلك حلي تغربل، وراهم ميدمين ميدمين وفيهم الملح. هذه العمليه شحال تشد لك؟ تشد لك 30 يوم، والرائحه تاعها منعشه، منعشه رائعه جدا. تولي لك كي شغل ميدمه مزيته، كي تردي مغرف تحسيها عجين. هذه هي الطريقه اللي انا حابتكم ديروها هذه المره، تبدلوا شويه بدل ما تكون بودره. الملح الدور تاعو هنا وشنو؟ الملح يعتبر ماده محافظه طبيعيه، كي شغل درتي حاجه حافظه باغي تحافظ لك على لي زيبيس، هذه وحده. الثانيه تعطي لك كذلك النكهه المميزه لهذاك التوابل، وما تسمحلوش تروح له الريحه، يبقى دائما داك الكمون تشميه من بعيد. طريقه التخبيه كيفاش تخبيها؟ في كيس بلاستيكي ساشيه صغيره، هذوك صغيوري، وهذيك الساشيه في علبه محكمه الغلق. اعيد الطريقه نتاع لي زيبيس كيفاش نحضر وحدي لي زيبيس. من بعد نديروا لو ميلونج باش نخرجوا تتبيله نتاع الشربه فريك، وتتبيله نتاع الحريره، وتاع لي سوب. راكم معايا، برافو عليكم. الوغ هنا بالنسبه لي زيبيس حبيتها 100 دما هذا العام، نديروها 100 دما وفيها شويه ملح، ماشي بزاف، ما تملحيهاش بزاف. تدي بالكمون مثلا، كمون تحقيه في لي بولات نتاعك تاع لا فيونداشي مثلا، حبيتي ديري مثوم الكمون تسحقيه، شدي ديك 100 غرام معاها بغير فاز زبده شويه تاع الملح، وراكي تقلي فيها، بصح ماشي تحرقيها، صحيتي. لي دام ما لازمش يفوت القانون، ملعقه صغيره، ملعقه صغيره. النار تكون هادئه جدا ونقلي، ومن بعد نديرو فيه صحن فيه بابي طوخشو، يمتص الزيت الزائد ثم يرحى. كي نرحيه لازم يتغربل، نحك على هذيك الغربله ولا الصفايه ولا، باش ما يبقاش محبب حرش. وقتاش ما نغربلش؟ الا اذا كان عندك روبو صحيح، اذا كان عندك روبو مليح، هذاك تاع القهوه تاع زمان الا تشفاو كان يرحي لكل شيء بودره، بودره لا بودره نحتاجوها. الوغ كل نوع تاع التوابل راه وحده. دركا راح نشكل، راح نبدا بتتبيله الشربه فريك. يلا مع بعض، الشربه فريك واش نسحق؟ نسحق ملعقه، انت باش ديري التتبيله تاعك قيس مثلا 15 يوم ولا قيس سيمانه ولا، ملعقه نتاع سكنجبير، ملعقه كرويه، نصف ملعقه فلفل اسود، ربع ملعقه قرفه. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم واش تزيدي لهم؟ تزيدي لهم ملعقه كزبر، نفس الطريقه الكزبر ثاني كما درنا للكمون كما درنا للكرويه. هاد التتبيله تتخلط مع بعض وتندار في علبه وتكتبي التيكات سبيسيال شربه فريك، سبيسيال شربه فريك، برافو عليكم. هذه بالنسبه لشربه فريك. نروحوا دروك راس الحانوت تاع الحريره، راس الحانوت تاع الحريره. الحريره باغي ديريه وحدك، ما تروحيش عند الحشاشبي وتقولي له خلط لي، خلطي وحدك تعطيك بنه ولا اروع. واش تحقي؟ سكنجبير بودره، كرويه بودره كذلك، هادو اللي راني نحكي عليهم تاع الحريره، كرويه، سكنجبير، فلفل اسود، كركم، كركم، وتحتاجي كذلك هنايا معاهم حبه حلاوه وشويه بسباس. هادي حبه حلاوه وبسباس نديرو على راس المغرف، على راس المغرف اللي نكثرو لها هنا السكنجبير والكرويه، هادو تاع الحريره.
بالنسبه للكركم وبالنسبه لحبه حلاوه والبسباس شويه شويه، واش نزيد ملعقه صغيره كزبره، كزبر ملحي، نكتب تيكات في العلبه وندير سبيسيال حريره. نتكلموا دركا على لي زيبي سبيسيال سوب بلانش. لي سوب بلانش، لي سوب بلانش هنا واش نزحق؟ نزحق بوافغ بلون، فلفل اسود، الفلفل ابيض، بوافغ بلون مغربل كذلك، راه يتباع حب ويتباع غبره، انت تقدري تشري حب وتخليه وحدك. نحتاجو معاه سكر جبير، نحتاجو معاه هنايا، تبعوني مليح الله يرضى عليكم، شويه نتاع بسباس على راس المغرف يتخلط، ونكتب سبيسيال سوب بلونش. برافو عليكم، هاد التتبيلات ثلاثه راس الحانوت شكلتيه وحدك وكتبتي شربه فيك، كتبتي كذلك حريره لي سوب بلونش. بقاو لك لي زيبيس الاخرين تسحقيهم، كل طبخه عندها تتبيله. راه عندك دوكا ربي يبارك التتبيلات تاعك واجدين، توجديهم في العلب وتكتبي باش ما تنسايش، وتبقى دائما محافظه على الريحه تاعها، وعندها مده صلاحيه 30 جوغ 30 يوم وهي صالحه باش تقدري تخدمي بها وانت مطمئنه. حتى الملح يعتبر ماده محافظه طبيعيه، طريقه جد ورائعه، جربتها بالكغا خرجت تهبل. مول فين نديروهم هكذاك بودره عادي، هاد المره تتقلى في الكغا، تتقلى في الكغا ما ترحيها. هذه كيفاش اكتشفتها؟ اكتشفتها كي نقلي اللوز وكي نقليه مشي نفس النتيجه. مثلا عندي لوز ابيض حبيت نشبح به طاجين الحلو مثلا، نقلوه، مالف نقلوه في الكوشه ولا ولينا نقلوه، كي تقليه كيما البطاطا مقليه نتيجته احسن من مقلي، ذوق رهيب، بنه لا تقاوم. على هذه وليت نفضل حتى لي زيبيس تتيدم، تعطيك نتيجه رائعه جدا. راح تجربوها في كميه قليله ولا تجربوها في نوع واحد من التوابل. فقط نصيحتي اللي نعطيها لكم هنا هي الروبو اللي ترحي به، باسكو الا ما كانش عندك روبو مليح ما كان لاه ديري الطريقه اللي عطيتها لك. معناتها هذه ناكدها لك، باسكو كاين اللي عندهم الروبوات العاديه اللي ترحي لك الهوز ولا ترحي لك، هذوك ما يرحوش لي زيبيس، هذيك ما ترحيش لي زيبيس. راني نتكلم ونعاود، الرحيوه اللي ترحي لي زيبيس هي تاع القهوه اللي عندها تاع زمان، حتى تاع درك ربي يبارك راه كاين الخير، بصح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكاين اللي عندها لا باسيونس، تحيه الف تحيه لامهاتنا يا اختي المهرز، ويلا تعطيك نتيجه رائعه جدا. والملح يساعد، الملح يساعد، يعني قلت يعتبر منكه وماده محافظه طبيعيه. كانت هذه تشكيله من لي زيبيس باش تشكلوها لنا ان شاء الله باذن الله الرحمن للشهر الفضيل ان شاء الله يا رب. نعم حباباتنا في كل مكان، ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يبقي عليكم السر ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب العالمين يدخل علينا رمضان بالصحه والعافيه. نقول للفوج الافواج اللي تخرجت اليوم من مدرسه التعليميه على الف تحيه والف شكر وهنيئا لهم، الف الف مبروك التخرج اللي تخرجوا اليوم الدفعات، كذلك لي فورماسيون كاليفيون اللي تخرجوا البارح، لي فورماسيون كاليفيون تاع الايس كريم تاع بيتزاريو تاع الحلويات تاع الطبخ، كلهم كانوا في المستوى تاع الخياطه الجاهزه ربي يحفظهم. والافواج الاربعه اللي تخرجوا اليوم كذلك لي فورما باذن الله الرحمن موفقين ان شاء الله، اللي داروا في لاباتيسري، كذلك عندنا لي فورماسيون في الطبخ وفي الخياطه الجاهزه وفي لاكوافور، خياط لاكوافور دام معناتها حلاقه السيدات، يعطيهم الصحه كانوا في المستوى كذلك بارك الله فيهم. ونشكرهم كذلك، نشكر مديريه التكوين المهني، نشكر ملكه قايد، نشكر كل اللي ساهموا في نجاح هذا الدفعة، يعطيهم الصحة وألف تحية للمتربصات والمتربصين. نعم احبابنا مازلنا متواصلين مع بعض بعد تحضيرات لي زيبيس اللي قلنا شربه وحريره ولي سوب ولي زيبيس الاخرين كذلك اللي نسحقوهم من الاطباق تاعنا تاع الشهر الفضيل ان شاء الله. نروحوا دركا لا شابلور،
الخبز لا شابلور. بالنسبه لا شابلور هنايا على بالكم باللي الخبز راه يقعد في الدار يبس لكم كامل، على هذه نتوما راح تحضروا لا شابلور المنكهه هذا العام نديروها بخمسه طرق، خمسه طرق نتاع لا شابلور وتتخبى للشهر الفضيل وتجيكم رائعه جدا، وتقدري تخدمي بها ابداعات ابداعات. كاين عده اطباق بالاخباز باش هكذاك ما يخلقش تبذير، حتى انا كاين حمله كذلك باذن الله الرحمن راح نشاركوا فيها ضد التبذير للخبز، لا للتبذير للخبز. كاين بزاف لي فامي اللي يغيروا استهلاكهم في الخبز ويبقى يوقع تبذير، على هذه بربي ان شاء الله راح نديروا اليد في اليد ونمنعوا هذه الحادثه ان شاء الله يا رب. بالنسبه لاشابلوغ هنا نحتاجوا الخبز تاعنا، التيبانات تاع الخبز مثلا دي مغسو يبسيهم وتقليهم الكوشه شويه يسخنوا ماشي يتحرقوا، معناتها تزيد تقسح شويه هذاك الخبز تاعك. دوكا واش راح ديري؟ تشدي سكرفاج برقيق تسكرفجي لابو تاع الخبز، معناتها القشره الفوقانيه ماشي البابا، ماشي اللب الابيض، ماشي البابا البيضاء، القشره الفوقانيه تدوري على لي كوتي كامل تاع قطعه الخبز هذه بالسكرفاج. هذه وحده، هذه اسمها الشابلوغ الحمراء، الشابلوغ الحمراء اللي تجي الغلاف نتاع الخبز، خليها بجهه من بعد تصيريها، بعد تصيريها يبقى لك البابا. خصك تكوني متاكده باللي يابسه، متاكده باللي يابسه، صح برافو عليك. واش راح دير؟ تكسري هذاك الخبز اليابس اللي هي البابا البيضاء وديريها في الروبو، وتزيدي معاها هنايا واش تزيدوا في ميزكم، تزيدي معاها فنجان صغير تاع زيتون اسود بدون عظام. الاولى اسمها شابلور بالزيتون، لا شابلور بالزيتون، على بالي تستعجبوا الشيه بصح رائعه جدا الفكره. الف تحيه لصاحبه الفكره سليمه من العلم ربي يحفظها ان شاء الله. زيتون لك حال هنايا ما تنحيلوش الاسويدات، قشري انتيا ديك الحبه تاع الزيتون ولمدي قيس فنجان وديريها مع البابا اليابسه في الروبو وبداي ترحي، ابداي ترحي، يترحي يولي اسود، يولي الشابلوغ اسود منكه بالزيتون، برافو عليك. واش راح ديري؟ فرشي قطعه قماش وحلي هذاك الخبز، خليه يشيح وحده مع تحريكه من حين لاخر، هاو ترحى الخبز مع الزيتون. هذا واحد. القشره هذيك اللي حكيتيها بالسكرفاش رايحه تصيريها تولي عندك لا شابلوغ الحمراء، نحتاجوها كذلك. كاين دي غوسيت بلا شابلوغ الحمراء كشغل تجيك بلابو تاع الخبز، البابا حيتيها مع الزيتون، سي بون راه عندك دركا لا شابلوغ بالزيتون الاسود. نفس الطريقه نعاودوها للزيتون الاخضر يكون مغلي ونحيتيلو الملح، تولي عندك شابلوغ بالزيتون الاخضر، راه عندك شابلوغ بالزيتون الاسود، شابلوغ بالزيتون الاخضر. كما قلت لكم تفرشيها وتحركيها من حين لاخر حتى تيبس، ما لازمش تكون منديه باسكو الزيتون ينديها، ما نكثرش الزيتون فوق اللازم لدرجه تيشمخها، حذاري. قيس الكميه نتاع الخبز، البابا تاع الخبز شويه تاع الزيتون، تحكمي في الكميه. الوغ عندك دوكا لا شابلوغ المنكهه، عندك الحمراء نتاع القشره، وعندك تاع الزيتون الاسود، وعندك تاع الزيتون الاخضر، برافو عليك. تري بيان، يلا نعاودو وحده اخرى. لا شابلوغ كذلك باش لا شابلوغ موف بالشمندر، لا شابلوغ البنفسجيه بالشمندر اللي هو البيتخاف، يعطيك الصحه. شدي دوكا البابا تاع الخبز اليابسه، قصيها هكداك دي مغصو حطيه في الروبو، حطيه في الروبو، ارمي لها قطعه صغيره من البيتراف طيب، قطعه صغيره من البيتراف طيب، ارحي يولي واحد اللون ولا اروع، يولي لا كولور تاعو تهبل موف بلون طبيعي بدون ماده تاع كيما نقولوا شيميك ولا هاو. الشمندر راه خضار في نفس الوقت لونه رائع جدا. الوغ راه عندك لا شابلور السوداء بالزيتون الاسود، لا شابلور بالزيتون الاخضر تجي مشتي، لا شابلور البنفسجيه بصح بالبابا البيضاء، بالبابا البيضاء راني قلت لك تحكي فوقاني باسكو هذاك يبدل لك لا كولور، حذا خدمي بالبابا البيضاء اليابسه. درتيها موف راه عندك ثلاثه ربي يبارك. نروحو دركا للخضراء، شابلور الخضراء المنكهه بالمعدنوس، واش ديري؟ نحتاجو هنايا معدنوس مغسول ومقطع ومحكوك. واش معناتها محكوك هنايا؟ راني حابه استخلص اليخضور اللي في المعدنوس، كيفاش نديرلو؟ نكرازيه سوا بالموس سوا بالمهراز ونرحيه مع البابا تاع الخبز، يولي عندي لا شابلور خضراء اللون رائعه جدا معمره بالفيتامينات.
بدون اضافه لابون تاع الخبز. انا تكلمت على لا شابلور الحمراء، تما راني نخدمو غير بالبابا البيضاء باش تعطيك الالوان الشابه. اعيد، لا شابلور سوداء بالزيتون الاسود، لا شابلور موشتي فيغ كلير تجي خضراء بارده، لا شابلور البنفسجيه اللي هي بالشمندر بيتخاف، لا شابلور الخضراء الطبيعيه الرائعه بالمعدنوس. راكي الله يبارك عندك لا شابلور بالالوان، بصح كل وحده بحدها ما نخلطوهمش. وكيفاش ننشفوهم؟ نشيحوهم في سنيوات مع تقليبها او تحريكها من حين لاخر. برافو عليكم. واش بقى لكم دركا؟ بقات لكم وحده مهمه جدا ولونها رائع جدا وتهبل. واش نقول لكم؟ لا شابلور بالجزر البرتقاليه، لا شابلور بالجزر البرتقاليه رائعه جدا هاد الشابلور. البابا كذلك تاع الخبز اليابسه البيضاء، نقطع القطع وندير في الروبو، حبه زروديه غابي وهي طايبه، حبه زروديه غابي وهي طايبه، ما تكونش كبيره الحجم او اكثر من من الخبز، لازم البابا تاع الخبز تكون اكثر. هنا باش نعاون لا كولور واش ندير؟ ندير كركم زائد شويه زعفران، شويه تاع كركم زائد شويه تاع زعفران وحبه زروديه صغيره ونرحي. يلا هرحي، تتحصلي على لا شابلور رائعه جدا، لونها برتقالي هبل، هايلك شابلور تاع الجزر. نتكلموا على دركا للنوعيه لا كاليتي نتاع لا شابلور ديالي، مانيش حبتها رطبه 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 كي فارينا. تتحكمي في الرحي، حذاري ترديها غبره، تتحكمي في الرحي، معناتها كي نضغط انا على الروبو ما نردهاش بودره، نحتاجها حرشه. تحكمي في طريقه الرحي باش تحصلي عليها حرشه، اذا تحكمت غربلي. دركا نعاودو نراجعو مع بعض واش درنا. يلا مراجعه البنات، يلا زملائي كذلك اللي هم متواصلين معايا عبر التواصل الاجتماعي، نراجعو مع بعض الشابلور بالبابا نتاع الخبز. قلنا الغلاف نتاع الخبز نسكرفجوه باش نتحصلو على البابا فقط، نرحيو الاولى بالزيتون الاسود ماشي رطبه، تكون شويه حرشه، الثانيه بالزيتون الاخضر، الثالثه بالشمندر اللي هو بيتخاف، تجي موف شابه واحد الموف واش نقول لكم، يا روعه. حتى الذوق نتاع لا شابلور تاكليها بالمغرف شابه بزاف. وكاين دي غوسيت بالشي اللي رانا نحضروا فيه، عطيتكم تحضيرات الشهر الفضيل لان يوجد وصفات رائعه جدا راح نخدموها مع بعض في هذا الشهر الفضيل. كاين جديد، كاين جديد باذن الله. كتر خير اذاعه البويره الجهويه اللي تعتبر وسيط، اكيد غتلحق لكم المعلومه، ربي يحفظهم ان شاء الله. الوغ هنا لا شابلور بالشمندر تاع بيتخاف، لا شابلور نتاع المعدنوس يا خضور المعدنوس وهي معمره فيتامينات، ولا شابلور كذلك نتاع يلا مع بعض واش درناها الاخيره الجزر. الجزر الو هاد الانواع كلها اللي تكلمنا عليها راح تشيح وتنشف كي تتاكدي باللي ناشفه، نعمرها في بلاره ونخبيها. هنا واش نزيدوا لها مده صلاحيه باش ما تفسدش معايا؟ الملح، في كل بلاره نحط شويه ملح ونخلط، شويه ملح ونخلط ونخبيها. التخبيه تاعها وين تكون؟ تكون محكمه الغلق في الثلاجه، لازم لها درجه البروده باسكو رانا دايرين لها اضافات، دخلنا لها اضافات ان شاء الله يا رب العالمين. سليمه سليمه تقول لي بلي رمضان كريم بارك الله فيك. مويو كذلك لولو ربي يحفظك ان شاء الله. نورة عبود بارك الله فيك، وان شاء الله باذن الله الرحمن نكونوا متواصلين مع بعض ونعاونوا بعضنا البعض ان شاء الله يا رب. الوغ هاد لا شابلور باذواقها المختلفه راح تجربوها في ليتسع، معناتها مديتها لكم دافونس باش تجربوها وحدكم، جربوها وحدكم وتشوفوا النتيجه. الا عندك شويه زيتون كحل تقدري ديريها الليله، جربي شويه. تعرفوا كي تصنعوا كريات مثلا، كريات نتاع بولي اشي باغ اكزومبل، ولا الشاورما اشي، ولا لا فيوند اشي، كاين طريقه تاع لي بولات نديروهم فارسي ولا، ومن بعد نديروهم في البيض ونديروهم في لا شابلور. ايماجيني ديريها بلا شابلور تاع الزيتون ولا لا شابلور موف ولا لا، والله رائعه جدا، طريقه ممتازه. راح تشوفوا فرق كبير بين نخدم بلا شابلور العاديه والمنكهه، اقول المنكهه، لكن وحدك راح تكتشفي السر. اذا حكمتي طرف تاع خبز وما نحيتيلوش لابو راح تسكرفجي كاع كامل ولا ترحيه، راح تشوفي الفرق بين اللون، لازم يكون غير الابيض الداخلاني، اكدت وعاودت وبربي ان شاء الله ثابته معكم ان شاء الله يا رب.
نعم كيرا، بارك الله فيك خيره، يعطيك الصحه، مرحبا بك حبيبتي معنا في اللايف، يعطيك صحيحتك ان شاء الله، ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب، كونوا فقط اوفياء البرنامج باذن الله الرحمن، راح تستفادوا معنا وتستمتعوا معنا ان شاء الله يا رب. بركات علينا بربي ان شاء الله. نعم او هايله، معليش لا وايد واه يا بس ايه ولا كلش ما كاش مشكل، ما كاش مشكل ان شاء الله ان شاء الله. الف تحيه لكل مستمعينا الكرام عبر انحاء الوطن، اقول ما نتكلموش فقط مع ولايه البويره، احنا اللي هم مشاركين معنا ويسمعونا عبر انحاء الوطن حتى خارج الوطن، ونقول لهم ان شاء الله يا رب العالمين رمضان كريم ويدخل علينا بالخير والبركه والايمان والاتحاد ان شاء الله باذن الله، نتحدوا مع بعضياتنا احتكاك مع بعض ونعاونوا بعضنا ان شاء الله يا رب. الف تحيه كذلك لدار المرافقه لولايه البويره زهره ربي يحفظها، اللي شاركوني الاكزام اليوم وكانوا مرافقيني في الامتحان النهائي للمتربصات، يعطيك الصحه زهره والكيب تاعك مليكه، كلكم كنتوا في المستوى الاول وربي يحفظكم بارك الله فيكم. شكرا كذلك لجنود الخفاء اللي ساعدونا ربي يحفظهم، عمال المدرسه كذلك اللي كانوا قايمين بالواجب ربي يعطيهم صحيحتهم ان شاء الله، دمتم اوفياء للمؤسسه ولخدمه كذلك المتربص والمتربصه ان شاء الله يا رب. نروحوا نواصلوا كذلك تحضيرات الشهر الفضيل، كاين بزاف سيدات سالوني قالوا لي باللي بالنسبه للكسبر والمعدنوس وكامل، نقول لكم كلها ان شاء الله باذن الله مبرمجه لتحضيرات الشهر الفضيل ان شاء الله. كذلك وحده قالت لي سيخو القارص كيفاش حبات تخبي الزاس وحده، العصير وحده، دي غوندال وحدهم، هنا طريقه بسيطه جدا واش راح ديري، تسكربجي القارص تاعك بعد ما تغوصيه مليح مليح، كي تسكربجيه تزيدي تعصري عليه، معناتها نزيدوا له العصير حتى لا يفقد لونه الطبيعي، في نفس الوقت كذلك ما يتاكسدش ويولي دائما اللون تاعو وحتى ذوقه يكون ممتاز. هنا بالنسبه لهذه الطريقه نتاع السكربجاج، كي نسكربجوه نعصروا عليه السيترون ويتخبى سواء في علب صغيره بالنسبه للزيت او في كموسات صغار تاع دي ساشي وديريهم في الكونجيلاتور. بالنسبه للعصير انا نفضل في لي غوبلي، في لي غوبلي تعصري السيترون نورمال وتصفيه وديريه في لي غوبلي وديريهم في الكونجيلاتور. كل ما تحتاجي تجبدي غوبلي هذوك تاع الجوطابل، تحتاجي مثلا انت باش ديري عصير ولا تجبدي وديري على روحك ولا تسحقي مثلا في كاشي طبق ولا باش ديري مارينات تنقيعه تجبدي هذاك الكوبلي. انا نفضل كيما هاك، نفضل الزاست يتخبى في كموسات ولا علب صغيره، اما بالنسبه للعصير نفضل يكون في دي كوبلي هو جوست يقصح، تقدري تهبطي الكاس ولا تميليه عادي وان شاء الله باذن الله موفقين. الافتحيه اللي متواصله معايا نوار عبود تقول لي التوقيت بالنسبه للشهر الفضيل ان شاء الله الخميس الجاي نعطيكم التوقيت شهر رمضان باذن الله الرحمن، راح نشوف مع زميلتي شهر الزدقاوه وتعطينا التوقيت وباذن الله ما حش تكون مره في الاسبوع اكيد، على بالكم باللي الشهر الفضيل يكون تكون حصص مميزه معناتها. معايا نبيله كذلك من خنشله رحب هاجر مرحبا بك شرفتي اللايف اهلا وسهلا بك معنا. بالنسبه للبرتقال كذلك انا نفس الطريقه بالنسبه للزاز تاع البرتقال نسكرجوه نعصروه عليه سيترون، اما بالنسبه للعصير انا نفضل كذلك نعصروه ونصفوه ونعصروا عليه شويه قرص يتخبى في غوبلي احسن طريقه. كاين طريقه تاع لي غوندال تاع البرتقال، لي غوندال تاع البرتقال نقطع لي الدوائر تاع البرتقال نرمدها في السكر حرش وتتخبى في العلب، نرمدها في السكر الحرش وتتخبى في العلب باش هكذاك
تكون واجده للشهر الفاضي، نقدروا ندوب بها لي طارت لي ديسير، تحليات كلها نحتاجوها. اعيد، تتقطع حبه البرتقال بعد غسلها دوائر، ثم تتغبر في السكر وتتخبى في علبه ما بين الطبقه والطبقه كيس بلاستيكي، ونخبيها في المجمد. هذه احسن طريقه باش نخبي البرتقال لي ديسير نحتاجوه، كذلك للتحليات حتى للتزيين العصائر نحتاجوه بربي ان شاء الله. الوغ هنا تخبونا في لي كوبلي الزاس، وكذلك الدوائر، حتى لي ترونش تاع السيترون بنفس الطريقه ترمت في السكر. نتكلموا على الفريز. السيده قالت لي الفراوله كيفاش نخبيها؟ هنايا انا نفضل تتخبى طايبه وتتخبى خضره، وتتخبى كذلك طريقة اخرى حبات حبات، لكن ما نقلوهاش الحشيشه وما تتغسلش. كي تنحي لها هذيك الحشيشه الخضراء وتتغسل تدخلها الماء، خسرت فزت الحبه. نختاروا حبات الفراوله اليابسه، ما نحولهاش الحشيشه، تمسح فقط، تتخبى في علبه محكمه الغلق وصاشي والمغطى، ونخبيها في الكونجيلاتور. هذو الحبات بالنسبه لكل دفخاز نطيبوها بسكر. نشد الفراوله مغسوله ونقطع وندير السكر ونطيبها، لكن كي نطيبها بعصير الليمون حتى لا تفقد اللون الاحمر. لو كان نطيبوا الفراوله بالسكر ونعاودوا نرحوها تولي موف، شوفي وحدك تغيرت اللون، باش ما تفقدش لا كولور هذيك غوش. واش ندير لها؟ ندير لها عصره ليمون، ملعقه صغيره باتاغون فراوله، ونحي نخبيها في لي كوبلي، ونكتب تيكات ندير كولي دو فريز. هنا هذه فراوله طايبه. بالنسبه للفراوله اللي ماشي طايبه نحتاجها مثلا ندير عصير. برافو عليك. واش ندير؟ نشد الفراوله تاعي مثلا عندي 1 كيلوغرام، تغسل ثم تقطع، نرحوها بالعسل زائد عصير الليمون، تخبى في الكوبلي. واش نكتب؟ نكتب فراوله مرحيه خاصه بالعصير، فراوله مرحيه منكهه بالعسل خاصه بالعصير. هذه بالنسبه للفراوله كيفاش تتخبى. اعيد، تتخبى طايبه مطبوخه، تتخبى خضراء مرحيه بالعسل، وتتخبى حبات حبات بدون غسلها، بدون ما نحي لها الحشيشه ديالها، وتتخبى في العلب وتكون محكمه الغلق. هذه بالنسبه لي فريز. هنا لاخاطش علاش؟ باش تحصلي على نتيجه مليحه. ماذا بيك هنا كذلك حاجه واحده اخرى، كاين طريقه نخبيها يابسه. كيفاش ندير؟ نقطع لي فريز دوائر تكون يابسه، نرمدها في السكر، تبعي مليح، ونحط السنيوه فوقها ورق الطهي، ونستف هذيك الاخر، بصح ورق الطهي يكون مدهون بالمارغرين. ستف دوائر تاع فراوله خشان ماشي رقاقه، خشان، مغبرين في السكر، نرميها في الكوشه على درجه الحراره 100 درجه، تيبس وحدها تيبس، بصح ماشي تحرق، ما لازمش تكرمل، تيبس. كي تيبس نديرها في علبه ونخبيها. نفس الطريقه بالنسبه للكيوي. هذه مليحه لواش؟ للطاجين الحلو، مليحه للطاجين الحلو. اعيد الطريقه، فراوله حبات، كاين الكبار، كاين الكبار وكاين الصغار. انت هاد الطريقه تاع طاجين الحلو خيري الكبار، غسليها ونشفيها وقطعيها دوائر ماشي رقاق، تتغبر في السكر، ونشد ورق الطهي سنيوه، نمسح بالمارغرين ونستف، ما نديرش وحده فوق وحده، طبقه فقط، وندخلها للكوشه، نكون مشعلتها بصح ناقصه درجه الحراره. شنو باغي نطيب لا مورينغ؟ لو كان تقوي لها النار تتكرمل، حبيت نيبسها بلا ما نحرقها، تعطيك نتيجه رائعه جدا. معايا رندا بنت مدام صيغي، مرحبا بك حبيبتي في اللايف. حسينه بن حمدوش اهلا وسهلا. سهام لميس مرحبا، كلكم شرفتوني وشرفتوا اللايف، اهلا وسهلا بكم معنا. نعم، هذه كانت تحضيرات بسيطه للشهر الفضيل، لكن حذاري ثم حذاري والتبذير. نوصيكم خواتاتي، الايام كلها عاديه، ما لازمش احنا نحاولوا ونقولوا لا لازم هادي ولا لازم هادي ولا لازم هادي، ما نخلقوش مشكل بلا مشكل. حذاري ثم حذاري على التبذير. نطيبوا قيسنا، كولي ووكلي، الصدقه، ايمان، قراءه القران، كلها ايام مباركه في الشهر الفضيل، انه امتحان، والله صدقوني انه امتحان لينا باذن الله الرحمن. واحد يذكر واحد باش هكذاك ما ننساوش، وباذن الله الرحمن اعاده الى رب العالمين هو الحق، هو اللي يدينا الطريق الصحيح ان شاء الله. قلت بالنسبه لي غوندال، سواء كانت كيوي سواء كانت فراوله حتى لي بوم نقدر نديرها بنفس الطريقه، لكن انا قلت تتحكمي في درجه الحراره باش تيبسيها قبل ما تخسريها.
هنا استعيني بالليمون، حاجه اللي تكحل مثلا لي بوم، استعيني بالقرص، يبسي وخبيه في الكونجيلاتور تاعك. تقدري ديريه طاجين الحلو، ديري بالزبيب والمشمش، الله الله، وتشبحي تشبحي بالفراوله، تشبحي بالكيوي، لك الاختيار. وان شاء الله باذن الله موفقين ان شاء الله يا رب. نعم حباباتنا، ربي يحفظكم ان شاء الله، بارك الله فيكم وموفقين ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ربي يبقي عليكم الستر، واللي صايمين قلوب صيامكم في الجنه ان شاء الله، ربي يحفظكم. وابقوا اوفياء لينا وحصتنا، وباذن الله الرحمن راح نجيبوا غير جديد ان شاء الله باش تستفادوا معنا. كذلك نوصي حباباتنا وحبابنا اليوم سمعوا فيا، اليوم حابين يتعلموا الديول، سيدي على راها دايره ورشه تاع يوم واحد مع الشاب امل يوم السبت ان شاء الله من الصباح للعشيه، يتعلموا الديول. كاين اللي تبغي تخدم على روحها، كاين اللي تبغي تسترزق، كاين اللي تبغي تتعلم لعمرها، نقول لكم مرحبا بكم، راني دايرتها يوم السبت من الصباح للعشيه. كذلك كاين ورشه تاع لي صالي مع الشاب ابراهيم من الصباح للعشيه يوم السبت، مرحبا بكم، ابوابي مفتوحه، اهلا وسهلا، حتى ثمن معقول جدا باش الكل يستفاد. مرحبا بكم، بربي ان شاء الله موفقين ان شاء الله يا رب. ما يكفينيش الوقت، ما يكفينيش الوقت، معليش. ألف تحية الأسماء، سلامة حبيبتي عسلامة. كذلك رتوجة مرحبا بك، ريتاج صغنتوتا إن شاء الله تدخل معك للمطبخ هذا الشهر الفضيل وطيب معك إن شاء الله، ربي يحفظها لك ويحفظ كل الجزائريات الفحلات الحراير اللي راهم يشوفوا معنا في اللايف، وكذلك اللي متواصلين معنا عبر إذاعة البويرة الجهوية. تقول لكم سيدي على إن شاء الله دمتم أوفياء لينا، وكذلك تقول لكم باللي بربي إن شاء الله نوعدكم بالجديد. كاين كثير من السيدات طلبوا منا جديد في القلب اللوز، جديد في الزلابية، جديد كذلك حتى في لي بغيوش، جديد كذلك حتى في الاطباق الرئيسيه، حبوا تغيير شامل هذا العام، حتى الحلويات العيد بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله رايحين دايرين دخلنا حتى كما نقولوا واحد الخمس دقائق ولا نديروا حاجه فيها تاع السحور، حاجه تكون صحيه باش هكذاك حتى ما ينضروش الناس. باذن الله نعاونوا بعضنا في الوصفات اللي تكون في متناول الجميع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كذلك حاجه واحده اخرى كذلك نداء نقولها للمزدور، بالك راهم يسمعوا فينا ولا يتبعوا فينا في اللايف، مناطق الظل يعطيهم الصحه هذا المرافقه اللي رانا كونفونسيون مع بعض، راح نخدموا ان شاء الله باذن الله مناطق الظل يوم السبت ان شاء الله صباح، رانا في منطقه المزدور باش نفورمو لي فامو فاي تاعهم، المراه الماكله بالبيت راح تتكون على يد مدرسه سليمه على ان شاء الله تحت اشراف الدار المرافقه. يعطيك الصحه سيده زهره اللي خممتي فيهم، بارك الله فيك، وان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله يا رب. راح اكيد الحصه الجايه ان شاء الله راح تستفادوا معايا، كذلك نقول لكم كيفاش تخبي الطريقه الصحيحه والرائعه نتاع المعدن وسلك صبر النعناع، هذو اللي تحقيهم بكثره، والناس كذلك باش تشري على جهه ما تبقاش كل مره تشري ربطه ولا ديفا ما تصيبيش. باغي نعطوكم احسن طريقه كيفاش ديري هذا الشيء، كيفاش طيبي الحميصه تكون واجده وطايبه بلا ما تفقد النكهه تاعها المميزه، كيفاش تتخبى في المجمد، وكيفاش تتخبى كذلك في الثلاجه. وهنا كثير من العفايس راح تتعلموها معايا ان شاء الله مجربه باذن الله الرحمن، باش ما تفسدوش وما تبذروش ان شاء الله. فقط نتوما كونوا اوفياء وكونوا في الموعد، وبربي ان شاء الله، والحاضر يبلغ الغايب. حنا رانا نديروا اللايف، علاش رانا نعمدوا نديروا اللايف؟ خاطش بزاف سيدات اتصلوا بيا وقال لك ولينا ما نحكموش اذاعه بويره الجهويه، ولو ما يحكموش الاذاعات على هذه، حنا لقينا هذه الطريقه نتاع اللايف باش نتواصلوا مع بعض ونكونوا دائما على علاقه مع بعض، نتاسوا على الحصص اللي فاتت بصح دائما مخلوفين باذن الله. تاكدوا تاكدوا ان طاقم اذاعه بويره الجهويه خمم فيكم ودار لكم حصص كثيره نتاع الطبخ في الشهر الفضيل باش تستفادوا اكثر، باش تكون الافاده اكثر ان شاء الله،
والحاضر يبلغ الغايب ان شاء الله يا رب العالمين. ربي يفتح عليكم البيبان ان شاء الله. نعم ربي خليني ندعي لهم فقط دعاء فقط ونعود نقطع. ربي يحفظكم وربي يبقي عليكم الستر ويدخل علينا رمضان بالصحه والعافيه وان شاء الله يا رب العالمين. نتعلموا نتسامحوا، خذوا رايي، نتعلموا نتسامحوا، حذاري ثم حذاري، هذا الشيء اللي يبغيه رب العالمين ويحب الرسول عليه الصلاه والسلام. واحنا كلنا بشر وخير الخطائين التوابين. على هذه نوصيكم نتسامحوا نتسامحوا نتسامحوا، هذه راني على المباشر. ربي يحفظكم باش نصوموا واحنا ضميرنا مرتاح، تحطي راسك على المخده ترقدي بالنوم. حذاري راني نوصيكم تسامحوا، كاين بزاف نعرفهم اشخاص بالك راهم عندهم حساسيه مع بعض، ونقول لكم باللي الدايم غير الله سبحانه. على هذه نقول لكم سيدي على راح تفيدكم في هذا الشهر الفضيل، وصفات كثيره 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 كثيره، كاين مفاجآت. واش نقول لكم؟ اتهبل ما عليكم غير تكونوا معايا. مائده رمضان عن قريب ان شاء الله، ربي يحفظكم. حاجه الطباخ يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه كلكم اللي راكم متواصلين معايا، يعطيهم الصحه طاقم اذاعه البويره الجهويه اللي راهم سهرانين باش يفيدوكم. شكرا لمدير اذاعه البويره الجهويه كذلك، شكرا لكل عمالها شهرزاد كاوا، شكرا كذلك زميلي رابح او مايسترو ربي يبارك ربي يحفظه دائما خدام. ربي يعطيك صحتك ان شاء الله ويعطيهم صحتهم العائله الكريمه كذلك، وربي يحفظ كل زملائي وربي يحفظ كذلك الوالدين. ما تنساوش ادعاوي الخير. ما بقى لي غير نقول لكم خواتاتي خوتي دمتم اوفياء. خدمكم في العريضه التقنيه زميلي رابح، ميكروفونيا سليمه يعلى. الى الملتقى. سامحوني طولت عليكم. صباح لاباس؟ راكم بخير؟ الحمد لله حبيباتي، ربي يحفظكم ان شاء الله.